دائما هناك بلدية طول كرم، الله يعطيهم العافية طبعا رئيسا وأعضاء وأيضا موظفين، كل التحية. احنا بنعرف أنه العبء كبير جدا على بلدية طول كرم في ظل جائحة كورونا والضغوطات المتواصلة نتيجة حجم العمل، كل التحية لهم. ولكن اليوم سنكون وإياكم مشاهدين ومتابعين مع مهند مطر رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في بلدية طول كرم للحديث عن بعض المواضيع الموجودة والشائكة وما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة لبلدية طول كرم. يعني مهند مطر يسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين. احنا بنعرف الضغط الحاصل على بلدية طول كرم نتيجة جائحة كورونا، وضغط العمل هو تضاعف بالعشرات، ولكن يعني مهند هناك بعض الأمور التي يجب أن نتباحث معها من أجل مواطننا ومن أجل بلدية طول كرم أيضا. أولا نحن نعلم بأن هناك إنجازات لبلدية طول كرم، يعني ما هي المشاريع المنجزة من قبل بلدية طول كرم في الفترة الأخيرة أو حتى هذه اللحظة؟ نعم، احنا كنا تحدثنا في السابق في حلقة سابقة مع الأخت وفاء عن مشروع تعبيد طرق ممول من صندوق تطوير وأقراض الهيئات المحلية. هذا المشروع دخل حيز التنفيذ. الآن بدأنا بالمرحلة الأولى، المرحلة الأولى تم تعبيد ثلاث شوارع والرابع في الطريق، شارع القلعة، شارع الكي اف سي، مدخل ارتاح طبعا بالكامل، والأسبوع القادم سيتم تعبيد شارع في ضاحية شويكي. ستستمر المرحلة الأولى بالتجهيز للعمل لتعبيد شوارع أخرى إضافية، شوارع هناك شوارع شرق ذنابة، شارع واصل بين الدعم والحتة، شارع بالقرب من مخازن الغرفة التجارية الجديدة على شارع نابلس ومقابل إشارة زنوبي أيضا. هاي المرحلة الأولى التي تشمل 8 شوارع. طبعا الشوارع التي تم تعبيدها كنا انتهينا من تأسيس وترتيب لهذا التعبيد، يعني بما معنى أن هناك قرار يعني تأسيس وتهيئة البنية التحتية قبل التعبيد، وبالتالي يعني تجديد شبكات المياه، فحص شبكات الصرف الصحي إن كان هناك شبكات صرف صحي في بعض الشوارع. الآن هناك مرحلة ثانية قادمة قمنا بطرح العطاء لهذه المرحلة، وتشمل 13 شارع موزعة بين المدينة والضواحي. هذا المشروع يعني مشروع يعني جيد جدا للمدينة، وبصراحة احنا يعني لدينا مشكلة كانت في الطرق والشوارع. هناك كانت شكاوى عديدة يعني بخصوص الشوارع والحفر، لكن بالمقابل احنا مستمرين بالعمل. هناك ايضا لدينا مشروع صيانة الطرق، لغاية اللحظة قمنا بتعبيد 17 سيارة زفتة، مستمرين في العمل وانجاز واصلاح كل الحفر والتشققات في الشوارع. ايضا قمنا بطرح عطاء لتجديد عطاء تجديد عطاء صيانة الشوارع، ومستمرين ان شاء الله بالعمل يعني بكل ما أوتينا من قوة وما نملك من إمكانيات. بصراحة الإمكانيات يا أخ منتصر هي من تحدد شكل وحجم العمل بصراحة. نعم. يعني نعم. البلديات بصراحة في الضفة كافة، يعني أنت تواردت لكم الأخبار، تمر بأزمات مالية ضخمة، يعني هناك مستحقات لم تحول من الحكومة بسبب أزمة الحكومة. أيضا البلديات، بعض البلديات توقفت تماما عن صرف رواتب وتقديم بعض الخدمات يعني الضرورية للمواطنين. فبالتالي أنا يعني المواطن بدي أوصل رسالة أنه لازم يفهم أنه الإمكانيات هي اللي بتحدد حجم الإنجاز في البلديات، والإمكانيات للأسف في هذه اللحظات أو هذه الأوقات من يعني الأوقات الصعبة التي تمر على الحكومة وعلى شعبنا الفلسطيني، بصراحة الإمكانيات محدودة جدا. نعم. وإحنا بنكافح لتقديم الخدمة. أيضا الليلة بالمناسبة كان لدينا يعني نشاط في كل أنحاء المدينة، قمنا بتنظيف وفتح الطرقات وإزالة عوائق وعربات ومعيقات جدا ومصادرتها طوال الليل. يعني طواقم الأسواق والطوارئ في البلدية قامت بإبلاغ بعض المخالفين والمغلقين للطرقات بضرورة إزالتها، وقمنا والمن لم يلتزم قمنا بمصادرة بضاعته أو ما يعيق في الشوارع.
وهذا يعني ضمن العمل الروتيني الذي كنت تحدثت عنه، انه احنا يعني انا برفض مصطلحات الحملات، هذا عمل روتيني دائم يجب ان يستمر، لكن وقانون الظروف نعم اي نعم الظروف، لكن اخ منتصر يعني بصراحة بعض الاحيان تقوم بتعطيل يعني الطواقم عن العمل، ظروف قاهرة، ظروف شعبنا للأسف يعني متأرجحة يعني، وهذا يعني يمكن أن يؤثر بشكل كبير على عملنا، لكن احنا يعني شعارنا دائما وأبدا استمرارية العطاء والبناء، وإن شاء الله سنستمر في العمل لما في خدمة للمواطن الكرمي. نعم هي جهود مشكورة، ونحن نعرف الدائقة المالية اللي بتمر فيها الوطن كله مش فقط بلدية طول كرم. أكيد نعم. ولكن نعم. مهند يعني أنا من الناس اللي برفض دائما سياسة الترقيع للشوارع، يعني أنا شخصي برفض هذه السياسة، لكن نحن نعرف أنه في عليكم أيضا هناك مشاريع جديدة لتثبيت بعض الشوارع الكثيرة في مدينة طول كرم، أكيد مشكورين. ولكن هناك أيضا يعني زميلنا مهند يعني الحارة الجنوبية، شكاوي من الحارة الجنوبية، هناك في قبل شهرين قاموا بحفر الشارع في وسط الشارع، ولكن نعم. لغاية اللحظة حتى هذه اللحظة من مشاغل بدران نعم. نعم حتى نعم. هذه اللحظة لا زالت تبلينا فيها نعم. الصديق العزيز البلدية في محددات وقوانين، احنا عطاء يعني المصانعة واستيراء الزبدة للصيانة نعم يعني انتهى نعم. قلت أنا أنه إحنا هاي نقوم بتجديد هذا العطاء نعم. يعني في محددات، في رقابة، في حكم محلي، يعني أي استدراج عروض أو أي طرح عطاء أن يمر بكافة الإجراءات القانونية. الآن يعني إن شاء الله الأسبوع القادم يعني ممكن أن يتم طرح العطاء أو البدء في العطاء واستيراد الزفتة من المورد، وبالتالي عودة العمل إن شاء الله رب العالمين، كله مسجل لدينا ومرصود، ويعني نكون بالمتابعة، لكن قلت أنا في محددات نعم. يعني بتمنى من يعني الجميع أنه يتحملنا الإشي الضروري، الأولى فالأولى، هاي يعني السياسة اللي بنتبعها إن شاء الله رب العالمين قريبة جدا تنتهي كل هاي المشاكل إن شاء الله. أيضا أحد المواطنين كاتب يعني مودينا كمان رسالة، ركعوا كم ركعة صاروا من جزيل في واحد يعني يا صديقي العزيز أنا قلت يعني يا ريت لو في عندنا إمكانيات نزفت كل الشوارع من جديد، يا ريت أكيد. يعني يا ريت أنا قلت يعني في السابق معلش يعني تحملونا الناس نعم. يعني البعض بطالبنا في باريس وإحنا عندنا إمكانيات الصومال للأسف يعني يعني خلينا نكون واقعيين، هاي حقيقة. أنا يعني البلدية يا ريت أنا يعني هذا مرهق إلنا، عمل الصيانة والترقيع والحفر والجوة، أنا كنت طلع إن إحنا سياستنا هاي المشاريع اللي بتجينا والمنح اللي بتجينا وكل المساعدات، يعني هذا المشروع، مشروع الصندوق التطوير وأقراض الهيئات المحلية، تعبيد الشوارع، بنقوم بتأهية الشارع بالكامل، يعني شبكة مياه جديدة، تأكيد على شبكة الصرف الصحيح، حتى لا نقوم بحفر الشارع من جديد، هاي سياستنا. نعم. أنا هاي سياسة إنه يحفر ويرد يعمل ويرد يزفت ويحفر، هاي مشكلة نعم بالتأكيد لا نعم. في شوارع متهالكة قديمة، في شبكات مياه قديمة، في شبكات صرف صحي قديم جدا تهالكت، يعني شبكات مياه يصل عمرها إلى 60 سنة، وهذا بده مبالغ ضخمة كمان نعم بالتأكيد يعني نعم. مش قدرة البلدية إنه تجدد كل شبكات المياه وبالتالي بتحفر الشوارع وتقلبها وتزفتها من أول وجديد. طيب أنا مهند بسبب لنا مشكلة بصراحة يعني نعم صح أكيد مهند يعني نعم. أحد المواطنين أيضا بسألني بقول يعني نعم. في مشكلة يعني لو هو زفت على حساب المنطقة زفت على حسابه، إحنا عندنا نظام أخي نعم. منتصر في نظام في البلدية أيضا يعني هاي ذكرتني بطرح عطاء الدخلات الاصطلاحية اللي هو النظام ما يسمى المساهمة نعم. البلدية حتى توفر على المواطن حتى الدخلات اللي يستفيد منها المواطن، يعني دخلات اصطلاحية يعني اللي بلا مخرج نعم. يستفيد منها عدد معين من الناس، قمنا يعني احنا في عنا نظام اللي هو المساهمة، المواطن نعم. بيطلع من قيم الشارع قديش تكلفته بيساهم مع البلدية نعم. بالضبط احنا بنساهم 50% وانت عليك 50% حسب حجم الشارع طبعا، يعني هذه الدخلات حتى الدخلات الاصطلاحية تخيل، فما بالك في شارع احنا بنحكي عن شارع هيكلي، طبعا الشوارع هيكلي احنا مرفوض بالنسبة لنا، هذا مسؤوليتنا واحنا اللي بنقوم بتعبيده، لكن حتى الدخلات الاصطلاحية الان في عندنا عطاء تقريبا 20 دخل اصطلاحية هي جاري طرحه نعم. الان كلها تحت نظام المساهمة، البلدية ساهمت من 50
تقريبا 50% 30 ل 50% ل 70% احيانا حسب الحدث. لكن نعم. في بعض الحالات الخاصه ايضا نعم. يتم تعبيدها بمؤسسات وجمعيات على حساب البلديه ايضا يعني. طيب مهند يعني انا بدي اقاطعك يعني سؤالي التالي يعني لما انتم تحفروا طيب ليش ما يكون مباشره البديل موجود لتغطيه الحفره او ليش يظل شهر وشهرين وثلاثه هي يعني قصدي يعني يا مهند يعني هذا اللي بيعانوا من الناس يا ريت عندنا مصنع زفتين يا ريت اتمنى يا ريت والله والله يا ريت يعني لو في بلد يعني ما شاء الله يعني هيك متطور هنا وكثير يعني كان عندنا سياره بنعمل زفتي سياره مباشره يعني. طب مهند يعني سؤالي يعني في اليوم اللي بدكم تحفروا فيه مثلا بعض الشوارع الشوارع لاعمال وصيان ليش ما يكون الزفتي موجوده في ذات اليوم مثلا ويتم انا بدي احكي نعم. قلنا احنا الزفتي طبعا بنطلبها من مصنع من خارج المدينه اصلا نعم. يعني وضمن عطاء نعم أو استدراج عروض وهذا بده إجراء أو وقت. الآن ليش بنحفر إحنا؟ قلت أنا في بعض الأحيان أو معظم الأحيان يعني شبكات هناك شبكات مياه متهالكة قديمة جدا من عشرات السنين بحصل فيها عطل تنفيسي بتضطر أنا بدي أحفر الشارع عشان أصلح هاي مثلا الماسورة أو خلافه. نعم نعم هاي سبب الحفر. ليش بصير حفر في الشوارع يعني؟ طيب مهند في أحد المواطنين قدرة البلدية إنها قلت لك أنا نعم. بتجدد كل شبكات المياه وبالتالي تعبد الشوارع يعني مباشرة. نعم طيب مهند يعني بنحاول نوازن في هذا الموضوع اللي لا ضرر ولا ضرار يعني أكيد. ضمن الإمكانيات أكيد وفي أولويات نعم أكيد. بس طبعا. مهند يعني حكينا في هذا الموضوع مع وزارة الحكم المحلي ولكن أحد المواطنين راجع وبكلنا صباح الخير أستاذ منتصر والعاملين بتلفزيون الفجر والمشاهدين والمستمعين ننتظر منذ وقت من وقت طويل توصيل المياه لحي الرشيد والكل بيعرف شراء تنك الماء بمبلغ 120 شيكل والوضع الحالي لا يسمح بشراء 3 تنكات بالشهر. لكم جزيل الشكر لمتابعة الموضوع بجدية. التوقيع احنا حكينا مع المهندس إياد خلف على هذا الموضوع ولكن أيضا بوجهه للبلدية اليوم منتو خارج نطاقكم أكيد هو خارج حدود البلدية هذا لا شك فيه لكن سيتم تزويد حي الرشيد من بلدية الكرم يعني احنا سعينا لتطوير المضخات الموجودة في ضاحية ذنابي وزيادة قدرة بئر ذنابي بتكلفة عالية جدا بمئات آلاف الشواكل حتى نضمن انه تكفي المياه لهذا الحي وبالتالي تم ربطها في المضخات لكن هذا المشروع وتم طرحه من وزارة الأشغال نعم أكيد وزارة الأشغال طبعا من خلال المقاول لم يتم المقاول حسب الدعاء أنه صرف كافة مستحقاته نعم وبالتالي المقاول مستنكف عن العمل ويعني يرفض تماما إنجاز كافة أعمال المشروع دون قبض مستحقاته من وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية وهذا بالنسبة لنا يعني خارج عن إرادتنا إحنا كبلدية الكرم بلدية الكرم سعت لتقديم كافة الخدمات في هذه المنطقة علما أنها خارج حدود البلدية وهي مش من صلاحياتنا بالمطلق ولا نستفيد منها بأي شيء صراحة لكن واجبنا الوطني أن نقدم الخدمات وبالتالي إحنا زودناها بالكهرباء الآن هاي المياه سنزودها بالمياه ربطناها ببئر ذنابي منطقة الرشيد ويعني نسعى لتقديم ما يمكن تقديمه لهذه المنطقة لتثبيت السكان ومساعدتهم لكن هذا المشروع مشروع المياه تمديداته ويرفض المقاول يعني الانتهاء منها لحين صرف مستحقاته من الحكومة بصراحة وهذا بالنسبة لنا يعني لا يمكن أن البلدية أن تتدخل فيه يعني احنا بنوجه كتب انه ضرورة انجاز هذا العمل يعني لإنهاء معاناة المواطنين لكن للأسف القرار مش بإيدنا نعم طيب مهند في أحد المواطنين كمان بعت لنا بعض الأمور المهمة بقول يسعد صباحكم صباح طاقم تلفزيون الفجر الرائع بدنا ننوه لظاهرة غير صحية بتاتا ومنظر غير لائق على دوار جمال عبد الناصر وجود عربيات قهوة ومحتل الصيف وحاطين صف كراسي من الجهة الغربية يعني جميل. كيف جميل. إخواتنا وأمهاتنا وبناتنا بدهم يمشوا على الصيف يعني منظر مش صحي يعني هذا أحد المواطنين نعم طبعا الليلة أنا قلت أنه كان في إلنا حملة صحيح نعم صح صح طبعا محيط الكنيسة تم إزالة كل العربيات والمعدات هذا بقي موضوع الدوار نعم تم إبلاغهم وإعطاهم مهلة ليوم الخميس نعم يعني حتى نسبب لهم خسائر العربيات فيها معدات وفيها غاز تكاليف يعني نعم بالضبط تكاليف بدناش نشكل تكاليف على المواطنين أبلغناهم بأن ضرورة إزالتها من هون ليوم الخميس وإلا سنقوم بمصادرتها مثل ما قمنا بمصادرة غيرها باختصار يعني
يعني طيب. ان شاء الله قيد المتابعه يعني من هون ليوم الخميس. يعني انا انا بشكر الناس الحريصه كمان اللي بتتواصل نعم. معنا ومعاكم يعني هم بوصلي كمان. احنا نعم. منتصر انا نعم. بنلاحظ كل شيء واحنا احنا اولاد بلد نعم. نعم. يعني مثل ما بضرني انا يعني انا مش عايش صح. في منطقه انا عايش في هاي المدينه وابن هاي المدينه وحريص على هاي المدينه. كلام سليم. بالتالي لو احنا انا كل المواطنين بحترمهم جدا مثل هيك مواطنين بوصل هاي الملاحظات لانه كل مواطن ان كان عنده مسؤوليه مجتمعيه وحريص على بلده والله العظيم البلد بتكون احسن من هيك بكثير. طبعا طبعا اكيد. طيب مهند يعني بدنا نحكي كمان شغله واحده انا بدي اقول هيك عنوان وبوست العلم يا مهند العلم يا مهند العلم يا صديقي العزيز بتعرف وانتم جميعكم اول شيء كان في موسم الشتاء والامطار كذا وبالتالي هذا يعني بتلف العلم بسرعه قياسيه فاجلنا لكن كان المسؤول عن هذا العلم زميلنا المرحوم عبد الخالق الله يرحمه. رحمه الله طبعا الله يرحمه. نعم بدعي له انا بالرحمه والمغفره وبتمنى رب العالمين المستمعين يدعوا له بالرحمه في هذا الصباح كان هو المسؤول عن هذا العلم كنا يعني احنا بجرد كل عهدته لتبقى ذمته الان بعد الانتهاء ان شاء الله من البرنامج مباشره نعم. سنقوم بالانطلاق لتركيب العلم. يا سلام. طيب هذه حلول عمليه وبنشكرك وان شاء الله نعم. بدنا العلم يضل يرفرف طول السنه يا مهند ان شاء الله يا ريت ان شاء الله ان شاء الله. طيب شكرا لك يا مهند احنا بنشكرك على كل هذه التفاصيل وتحيه لك ولبلديه طول كرم وشكرا لمهند مطر اللي دائما موجود معنا بعطينا الاجوبه الشافيه والعافيه للمواطنين. طيب رئيس قسم الاعلام والعلاقات العامه في بلديه طول كرم كل التحيه لك مشاهدينا.